بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوف مع بعض دلوقتي بعض الابليكيشن عن البرمجة او البروجرامنج اللي احنا اتعلمناها قبل كده. اول حاجة هنشوفها استخدام الاف. فعندي هنا دخلت الاي بيساوي 2 والبي بيساوي 3 والاكس بيساوي 1، واديته شرط بيقول ان اما لو الاكس بتساوي 1، طبعا الشرط لازم يتكتب بالطريقة ديت في المساواة، ماشي، 2 يساوي جنب بعض، واي بيساوي ايه زائد بي، نفذ لي واي بيساوي ايه زائد بي، بعد كده اعمل اند. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ انا اصلا مدخل له هنا الشرط بتاعي عن طريق البرنامج، زي ما احنا ملاحظين ان الاكس مدخله بتساوي 1، ماشي، يعني على كده ان هو لما يشوف الاكس بتساوي 1 هيعمل ايه؟ هينفذ الواي بيساوي ايه زائد بي. طبعا لازم اسيفه، وبعد كده اعمل ايه؟ رن عن طريق اف 5، اداني الواي بتساوي ايه؟ الواي بتساوي 5، لان طبيعي الاكس موجود اصلا بتساوي 1. افرض انا عايز اليوزر بتاعي يتحكم لي في الادخال بتاعه، عايز ادخل مثلا قيمه معينه، بدل ما اقول مثلا الاكس يعني الاكس مثلا بتساوي 1 يبقى اجمع، عايزه كمان يقول مثلا اكس بتساوي سالب 1 يعني اطرح لي، فاهم قصدي؟ ففي امر اسمه انبوت، فبقول الاكس بتساوي اول حاجه input، يعني ادخل لي اللي جاي ده، بقى هكتب له نص يتحط قدام الحاجه اللي هي ايه يعني يطلبها مني، يقول لي مثلا ادخل كذا، فهقول له input او enter input the value، او بلاش the value، اقول له ماشي the value of x، على اساس انا عارف انا هعمل ايه يعني. لكن بقى ممكن عشان نوضح لليوزر نقول له مثلا if you want to added input 1 مثلا، عايز تعمل عملية طرح دخل سالب 1 وهكذا، يعني input the value of x the value of اكس، واقول له يساوي، ممكن اخد كده مسافه بحيث ان يبقى واسع قدامي، وهاجي اعمل له ايه؟ لو انا حطيت هنا سيمي كولون، ماشي، مش هيظهر لي اكس بتساوي كذا في البتاع دوت البرنامج، فهنسيبها ونشوف بعد كده ممكن نعمل ايه. بعد كده اقول له بقى الايه بتساوي كام. هنا انا بدخله بردك الاتنين منين؟ من البرنامج، ايه بتساوي 2 والبي بيساوي 3، ماشي، وبعد كده هقول له اف عايزين ايه، اكس بيساوي 1، يبقى اكس بيساوي، لو اكس بتساوي 1 اعمل لي ايه؟ قول لي ان الواي بتساوي الاي زائد البي، وهيظهرها مش هحط سيمي كولن. طب لو عايزه يعمل اي حاجه تانية، يعني لو دخل اي حاجه تانية غير الواحد، يعمل طرح مثلا، فهقول له إلس اي حاجة تانية اعمل ايه؟ قول لي ان الواي بتساوي ايه ناقص بي، اعمل عملية طرح، وفي الاخر اعمل له انت. تعالى كده نسيفه، ماشي، هنسيفه مثلا باف 3، طبعا ايه احط جنب اف، بدل ما اخليها اف لوحدها لازم احط جنبها حاجه تغيرها عن اف اللي موجوده عنده جوه في البرنامج، او اللي متسيفه اصلا في الماتلاب في ام فايل المفروض يكون متسيف بيها، لما بعمل هيلب عليها بلاقيها، فبسيفها باسم غريب شويه. نشوف كده بقى، نيجي ننفذ اف 5 اهو، بص ورا طلب مني input the value of x، فانا هقول له 1. بص ده سبب ان انا ما حطيتش سيمي كولون، لو كنت حطيت سيمي كولون ما كانش هيظهر الاكس بتساوي كذا، راح جامع. طب تيجي نخليه ينفذه تاني، نقول له اف 5 ونديله اي حاجه غير الواحد وليكن صفر مثلا، هيطرح بص اداني سالب 1، نتيجه الطرح اللي هتبقى 2 ناقص 3. طب تعالى بقى نجرب نحط هنا سيمي كولون ونسيف عليه ونجرب ايه، نعمل رن، شوف كده دخل الاكس، هندخل الاكس مثلا بواحد بردك عشان عمليه الجمع، او بص طبع لي الواي بس ما طبعش الايه، ما طبعش الاكس.
طب انا ممكن كمان بدل ما ادخله الاي وال الاي والبي عن طريق هنا، ممكن احطهم في دالة انبوت، صح ولا لأ؟ يعني ممكن بدأ اشيل دي كده واقول له انبوت، ماشي، واقول له انبوت ذا فاليو مثلا ذا فاليو اوف بي ذا فاليو اوف اي، بلاش نقول له انبوت، ما اكتبلوش بقى كتاب الكلام ده كله، اكتب له ايه بيساوي، واخد مسافة عشان يطلع لي بره فيها مسافة شوية، واكتب وحط لي بردك السيمي كولون عشان ما يظهر ليش، هياخدها في اعتباره بس، وانزل لتحت بردك اعمل نفس النظام، هقول له انبوت البي بتساوي، واخد مسافة بردك ايه بنفس الطريقة، واعمل سيف، تعال ننفذ كده ونشوف. ايوه اهي بقول لك دخل قيمة الاكس، هقول له انا هعمل مثلا عملية الجمع، انا عارف ان الاكس 1 بيساوي، طب ممكن اقول له طبعا زي ما هنعرف بعدين، هشوف برنامج تاني هقول له دخل لي 1 لو عايز تجمع، 2 لو عايز تطرح، 3 لو عايز تضرب، 4 لو عايز تقسم، ادخل له الاي والبي ويعمل اللي هو ايه اللي طلبته انا منه، فهدخل له الاي مثلا ب5 ودخل له البي ب6، راح ايه جامعهم، ماشي. طب نفترض ان انا خليته ينفذ البرنامج، ماشي، ودخلت له رقم غير الواحد، انا عارف ان واحد بس هو اللي بيخليه يجمع، دخلت له 2، دخل لي الايه ملوش دعوه، ده مش شرط فيها، يعني لازم يطلب منك الايه والبي، 5، وراح ايه طارح 6 ناقص 5، انا دخلت حاجه غير الواحد. طيب يبقى كده احنا عرفنا ازاي بنستخدم الاف هو الانبوت، واهم حاجه امر انبوت دوت، لانه بيقدر يدخل لي المدخلات عن طريق اليوزر بتاعي عايز ايه بالظبط، هيدخل الرقم شكله ايه، يعني شفنا السهوله احسن ما انا كنت مدخله في البرنامج بتاعي واحدد له واعمل برنامج كامل عشان اجمع رقمين هما الخمسه مثلا والسته، لا انا بدخله الخمسه والسته عن طريق الايه، عن طريق الكيبورد. نشوف بقى مع بعض برنامج تاني عملته انا، عن ان هو يعمل عملية جمع طرح ضرب قسمة بس عن طريق الادخال من الكيبورد. فاول امر قلت له ايه، ادخل لي الاكس لو عايز تعمل جمع دخل 1، عايز تعمل طرح دخل 2، عايز تعمل ضرب دخل 3، عايز تعمل قسمة دخل 4. ونلاحظ كمان وضع الايه، وضع السيمي كولون هنا اللي مش هيخليه الاكس يظهر بعد كده، ماشي. وبعدين بدخل له الرقمين اللي هعمل لهم العمليات الحسابيه اللي فوق ديت، الاي والبي، برضك بحط سيمي كولون وسيمي كولون عشان هياخدهم مره ومش هيظهرهم لي تاني. وبعد كده بدخل بقى الاف والكونديشن بتاعي، هل الاكس بتساوي 1؟ اه يجمع. طب لو اكس بقى، انا هنا ده تطبيق على الس اف اكتر يعني، طب هل بقى الاكس بتساوي 2؟ ما تحققش الاكس بتساوي 1، يشوف الشرط التاني، اكس بتساوي 2 اه ايه ناقص بي، ما تحققش يشوف 3 و4 وهكذا. نيجي هنا بقى لحاجه جديده وهي بريك، اي حاجه تانية إلس اعمل بريك. بريك دي معناها ايه؟ لو اتوضعت في اي مكان بيخرج من البرنامج لما تحقق المكان دوت، يخرج من البرنامج خالص. فاحنا هننفذ، طبعا احنا سيفناه وهننفذ ونشوف ايه اللي هيحصل لو دخلنا له كذا حاجه. فاول حاجه انا مثلا عايز اعمل عمليه جمع، تيجي نخليها اسم المره دي، ولا ضرب، خليها ضرب 3، دخل لي الايه 4 مثلا 7، وعلى طول اداني ايه واي بتساوي 28. طب تعالى نجرب تاني، نعمل له رن، عملنا له رن ونخليه مثلا يعمل اسمه، بدخل له كام 4 صح، وهيعمل ايه اسمه. طب افرض انا رحت مدخل 5، اي رقم غير الموجودين يعمل ايه؟ هيطلب مني الايه وهيطلب مني البي، بس هيروح مش لاقي لها حاجه، يروح عامل بريك اللي هي بتاعت إلس، خلاص. طب نتخيل كده بقى لو واحد كده راح مدخل لي، احنا عارفين احنا بنقسم الاي على البي، نفترض ان اليوزر راح مدخل البي، احنا عارفين ان احنا بنقسم اي على بي، نفترض اليوزر دخل البي بتساوي 0، ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف كده، تعال ننفذ نعمل ايه، نقول له رن ونعمل عمليه اسمه، يعني ندخل رقم 4، ها 4، ادخل الايه مثلا ب2،
رحت مدخل البي بزيرو. طبعا احنا عارفين القسمه في الماتلاب اصلا، لما اكون مدخل له زيرو مش تفرق معاه في القسمه، هيقول ان هو بيعمل قسمه على زيرو وهيديني ان ايه انفينيتي عادي خالص. هو يقول لي اديني ويرنينج واديني واي بتساوي ايه انفينيتي. طب نتخيل كده دخلت الاي بزيرو والبي بزيرو، ايه اللي هيحصل؟ نجرب تاني، هنقول له عملية قسمة يبقى 4 وبعدين ده بزيرو ودوت بزيرو، بص برضك بيديني التحذير وبيقول لي ان هو نوت ا نمبر، يعني ده مش رقم، بس مفيش مشاكل. لكن انا ممكن اطلع له رساله تحذيريه بعد كده لما يلاقي مثلا الرقمين بصفر يقول لي دوت مش نمبر، ما ينفعش مثلا. افرض انا عايزه لما يعرف ان هو صفر وصفر يخرج بره البرنامج، ممكن تفكر في ده كله. ممكن لو هو مثلا بيقسم على الصفر ومش عايز البرنامج يقسم على الصفر خالص، اخرجه بره البرنامج او اوديه مكان تاني. ممكن تفكر في الحاجات ديت وهتلاقي ان شاء الله ايه حل، ولو اتعلمتها لوحدك هتستريح جدا بعد كده. طيب على نفس البرنامج دوت، لو احنا عايزين مثلا ندي تحذير لما يكون البي بتساوي صفر او مخلوش يعمل حاجه، ماشي؟ طبعا هو طبيعي بيعمل لي بيقول لي ان الاسم باي زيرو في الماتلاب عادي. لكن افرض انا عايز اضيف من عندنا واخليه يخرج مثلا بره البرنامج لما يلاقي ايه البي بتساوي زيرو، فهضيف له امر اف هنا. طبعا ما ينفعش اضيفه من الاول، لان لو ضفته من الاول مش هيعمل عمليه جمع وطرح، لو انا عايز يعمل عمليه جمع وطرح او ضرب اف البي بتساوي زيرو. لو كانت البي بتساوي زيرو اعمل ايه؟ هقول له خليه يعمل بريك واخرج بره بريك، بعد كده اند وسيف على كده. وتعالى كده نجرب اف 5 وندوس كام 4 وندخل بخمسة مثلا والبي بزيرو. بص خرج بره البرنامج على طول لما لقى ان البي بكام بزيرو. طب تعالى كده انا عايزه يظهر لي رسالة مثلا يقول لي ايه خلي بالك، او انا متأسف مثلا ان ايه دي اسمه على الصفر ما ينفعش، ويخرج بره البرنامج برضك. فاضيف ان هو امر جديد هنتعلمه لاول مرة، هو امر ديسبلاي. ديسبلاي يعني اعرض لي الرسالة ديت ديسبلاي، وبرضك بين قوسين وابوستروف اكتب الكلام اللي انا عايز اعمل له عملية ديسبلاي، وليكن سوري سوري، اقول له مثلا بي بتساوي زيرو، ماشي؟ طبعا ابوستروف هنا مش هتحوق معاها بقى، لان هو اصلا امر ديسبلاي، ماشي؟ مش تفرق معاها في حاجة. نشوف كده، ننفذ اف 5 حط 4 وبعدين 1 مثلا ندخل زيرو، شوف النتيجة. قال لك سوري بي بتساوي زيرو، يبقى انا فهمت دلوقتي ان القسمة على صفر. ممكن نلعب اكتر واكتر، لو الايه مثلا بتساوي زيرو او يقول لي ايه، يعني ممكن تفكر وتطور البرنامج دوت للافضل والاحسن، ماشي؟ يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نستخدم امر ديسبلاي هنا برضك، ده من الحاجات المفروض ايه نعرفها كويس. هو انبوت، يبقى عندي انبوت وديسبلاي والاف والالس اف والالس تقريبا غطيناهم من كام برنامج اللي احنا شفناهم قبل، يعني دوت وكام برنامج اللي قبليهم.